الاهلي تواجد في البطوله اللي هي في 32 فريق اللي انت فزت باكتر من بطوله الفتره الاخيره. اكيد فدوري الابطال الافريقي ما ينفعش تقارن السوبر الافريقي بطوله مهمه، بطوله لكن شرفيه. خد بالك على فكره السوبر الافريقي بطوله شرفيه يا جماعه والله. دوري الابطال هو البطوله الام والبطوله الاساس والمؤهله واللي الفيفا بيعتمد عليها في الرانكينج وفي التصنيف، تاتي اقل منها في درجه المعايير وفي التصنيف الكونفدراليه. السوبر هي بطوله شرفيه، وحتى لما بتدي تصنيف فيها نقطه واحده، شوف نقطه قدام ست نقط. لا وبعد كده في كلمه تملي احنا بنقولها، عد الكلام على قبل ما تقول. يعني مثلا لو بالمنطق اللي احنا بنتكلم فيه، الاهلي تعادل مع الاتحاد السكندري، هل يبقى كده الاتحاد السكندري شريك النادي الاهلي في لقب نص العالم؟ بطل ابطال افريقيا ونص لا العالم. ان هو مثلا دلوقتي الاتحاد السكندري يطلع يكتب بص مثلا يقول لك ان انا شريك النادي الاهلي في نص العالم، لا الكلام مش منطق والعقل مش كده. لان طبعا الاستاذ محمد مصلحي ده راجل محترم، فالكلام ده هو فاهم كويس جدا ان دي بطوله ودي حاجه. اكيد انت لما تيجي تقول لي انت فزت بالسوبر الافريقي، مش عايز اطلع بره الموضوع، بس احنا عندنا اتمنى من المهندس خالد عبد العزيز، هو عنده مهمه جدا النهارده اللي بيبارك مسك له النهارده بالتاكيد. المجلس الاعلى التنظيمي يعني عنده مهمه جدا في ضبط الاعلام الرياضي، لان انت الاعلام الرياضي انت ما ينفعش واحد يطلع يتكلم، انت القصه مش في انك تطلع تضرب ترندات بس محمد، الموضوع اكبر من كده. انت بتعلم ثقافه الناس بتتفرج عليك، لما تيجي تفهم لواحد ناشئ طالع تقول له وصلت بطوله السوبر الافريقي انا كسبت فانا كده بطل ابطال افريقيا، انت لا. بتلعب في ثقافه الجيل اللي طالع طبعا، وده حاجه مؤثره وصعبه جدا. لما تيجي تفهم اللي طالع ده ان السوبر الافريقي هي بطوله تعلو عن دور الابطال، فانت بتصدر له صوره ان لا طب سيبه ياخد دور الابطال وانا هاخد الكونفدراليه وهاجي اكسبك، هبقى انا بطل ابطال افريقيا. انا طلعت بره الموضوع بس لا ما هو الموضوع راح بالسكه دي ده فعلا. الشيء بالشيء يذكر يعني. بالظبط كده. فمهم جدا وانت بتحتفل بالذكرى الرابعه للقضيه ان انت تكون مركز، عندك بطوله مهمه جدا، عندك ماتش هتبدا بيه اولى مباريات دور المجموعات، المجموعه الثالثه للنادي الاهلي مع شباب بوليسداد ومعاه اورلاندو بايرتس بخلاف استاد ابيجان. ما تسمعش الجزئيه القيمه التسويقيه وفارق القيمه التسويقيه، كره القدم الملعب هو الفيصل. ممكن تبقى انت فريق مش موجود على الخريطه الكرويه، استاد ابيجان موجود وكل حاجه، على فكره هو تاني في الدوري، تاني ده في الدوري الايفوار، لكن انا بتكلم على الناس اللي المواقع اللي من امبارح القيمه التسويقيه مش عارف ده كام والاهلي كام، الكلام ده كله لما تنزل الملعب، الملعب هو الفيصل. مهم جدا ان انت تبقى موجود، تبقى رسالتك، عشان انت عندك اللقب ال 13 اللي كابتن محمد الشناوي اتكلم عنه النهارده في المؤتمر الصحفي، كمان ان انت رايح عندك فتره طويله جدا ما خدتش اللقب الثالث على التوالي، انت محتاج البطوله دي. أيوة. انت كل مره بتاخد مرتين، في تيجي الثالثه بتحصل ظروف، سواء التحكيم 2005 2006 ما اتحققتش، في 7 2012 كان تحكيم 2013 لا عشان اوضح كان تحكيم، التحكيم اه 12 13 خرجنا في 14. فاكر انت الوداد بقى اكيد بقى ساعتها لما كسبنا 20 20 20 21 22 اتعمل الفيلم اللي انت فاهمه والجواب محدش عارف دلوقتي الجواب راح فين، ولعبت ماتش هناك واديك البطوله مرتين وبعد كده كمان كان قبل كده. فانت مهم جدا ان انت المره دي تحاول بقدر الامكان ان انت تكسب وتكسر القصه دي. صحيح ان انت التحديات صعبه جدا، لكن مهم ان انت تركز جهودك وتشتغل على هذا الاساس ان انت، وبعدين على الاصابات كمان يا استاذ محمد، يعني انا متفق معاك ان اسامه ابو علي اصابه، لكن النادي الاهلي اي لاعب فيه اكيد يعني كل اللاعبين قادرين تسد العجز بتاع اسامه ابو علي او غيره،